مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع الدرس 21 من مادة علوم الحاسوب للصف 12 تكنولوجي، وعنوان الدرس البرمجة التركيبية الدوال أو الفانكشنز في بايثون. في هذا الدرس سوف نتعرف على الحالات المختلفة للتعامل مع الدوال الفانكشنز بالمعاملات وبالقيم التي ترجع منها. فإحدى هذه الحالات استدعاء الفانكشن واستخدامها بدون معاملات وبدون إرجاع قيم، والحالة الثانية مع معاملات ولا ترجع قيم، الحالة الثالثة مع معاملات وترجع قيم، والحالة الرابعة بدون معاملات وترجع قيم. الحالة الأولى التعامل مع الفانكشنز أو الدوال بدون معاملات وبدون إرجاع قيمة، وذكرنا هذا في الدرس الماضي. هذه دالة def my function، ولاحظ القوسين فارغ لا يحتوي على شيء بداخلها، فبالتالي لا تحتوي على parameters، ووظيفتها طباعة جملة معينة. في البرنامج الرئيسي عند استدعاء هذه الفانكشن نكتب اسمها وقوسين فارغين، إذن لا نتعامل مع المعاملات، وعندما نفذنا هذه الفانكشن لا ترجع أي قيمة. هذه الدالة ليس فيها معاملات ولا ترجع قيم. ذكرنا أيضا الفرق بين الأرغمنتس والباراميترز، الوسيط والمعامل. فأسماء المتغيرات في الأقواس عند تعريف الدالة تسمى المعاملات أو الباراميترز، والأقواس وما تحتويه عند استدعاء الدالة تسمى arguments أو وسيطات. الحالة الثانية الدوال مع المعاملات لكنها لا ترجع قيمة. هذا المثال أمامي def my function، ثم كتبنا if name و ill name نقطتين فوق بعض، ويقوم أيضا بعملية طباعة ولا ترجع قيمة. هذه الدالة فيها parameters، وعند استدعائها في البرنامج الرئيسي نكتب اسم الدالة، ثم بين قوسين نضع كلمات أو عبارات بعدد الباراميترز، فيها 2، إذن لازم يكون عند استدعائها 2 من الفاليو في هذا المكان. ولو لاحظنا خالد سوف يكون في الاف نيم، وعبد الله سوف يكون بالال نيم على الترتيب. هذه الفانكشن فيها معاملات نستدعيها بمعاملات أو وسيطات لأرغمنتس وتصل إليها في باراميترز، ولكنها عند الانتهاء لا ترجع أي قيمة. إذن هذا النوع مع معاملات لكنها لا ترجع قيم، فالمعاملات فيها إرجاع قيمة لا. الحالة الثانية أيضا مثال آخر، لدينا function بداخلها parameter، هذا الباراميتر عبارة عن list for x n animals، لهذا list يمر x في جميع عناصر list ويطبع x، إذن هنا وظيفة function طباعة جميع عناصر list. في البرنامج الرئيسي نعرف mammals عبارة عن list تحتوي على مجموعة من القيم أسماء الحيوانات، ثم قمنا باستدعاء هذه الفانكشن ووضعنا بداخلها list mammals التي تحتوي على أسماء الحيوانات. هذا الأرغمنت يعبر عنه بالباراميتر animals اللي هو list نفسه، هذا بعدها يمر على جميع عناصر list ويطبعها. هذا نوع من الدوال
استخدمناه باستدعاء وسيط mammals، إذن فيها معاملات لكنها لا ترجع أي قيمة لأنها تقوم بالطباعة وتنتهي. إذن هذا النوع مع معاملات لكنها لا ترجع قيم. الحالة الثالثة، الدوال مع المعاملات والتي ترجع قيم. لإرجاع قيمة نستخدم الجملة return. لاحظ معي هذه الدالة def my function x، الباراميتر x موجود. وظيفة هذه الجملة أنها تضرب الx في 5 وترجع النتيجة النهائية لعملية الضرب إلى مكان الاستدعاء. فلاحظ معي في البرنامج الرئيسي my function 3، نستدعي my function ونرسل لها الوسيط 3. الآن x أصبح قيمتها 3. ما الذي تفعله هذه الفانكشن؟ تضرب 3 في 5 فيكون ناتج 15، ريتين ثم أرجع القيمة 15. عند إرجاع القيمة 15 تقوم الجملة print بطباعتها فيطبع العدد 15. إذن في هذا المثال لدينا معاملات وترجع قيم. الحالة الرابعة، الدوال بدون معاملات وترجع قيم. في هذا المثال سوف نستخدم الفانكشن today الموجودة في date، في المكتبة date. today وظيفتها أنها ترجع التاريخ الحالي. عند استدعائها نكتب اسم الدالة اللي هي built in وبين قوسين عدم وجود أي parameters. هذا معناه أنها لا تحتوي على معاملات، لكنها بالمقابل تقوم بإرجاع تاريخ الحالي أو التاريخ النظام. هذا يعني أن هذه الدالة نستدعيها بدون معاملات لكنها ترجع قيمة وهو تاريخ اليوم في النظام. لذلك نستطيع طباعة هذه الدالة أو ما أرجعته الدالة للتوداي وطبعناه بتنسيق معين ليظهر بالشكل التالي. إذن هذه الدالة لا تحتوي على معاملات لكنها ترجع قيمة.